أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر عمل البنوك من قبيل الربا؟ ومن ثم فهل راتب موظف البنك من حرام؟ العمل في البنوك لا يجوز، لأنه إن كان يشتغل في معاملات الربوية فهو يصدق عليه الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وشاهديه، اللي يكتب المعاملات الربوية ويوثقها هذا كاتب للربا، يدخل في اللعنة. وإن كان لا يشتغل بالمعاملات بل يشتغل بأعمال أخرى من أعمال البنك فهذا متعاون مع البنك، متعاون. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهو لا يخلو، إما أن يكون عاملا بالربا وإما أن يكون متعاونا مع أهله. والواجب أن المسلم يبتعد عن البنوك ولا يتوظف فيها ولا يعمل فيها، وأبواب الرزق واسعة ولله الحمد، يطلب الرزق في أبوابه المباحة.